ألو، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 25/11/2024، أحاول أصل إلى متطلبات الجينيس للأرقام القياسية في هذا الإنسيكلوبيديا اللي تخصني، فلذلك تدعاني متعجل في وضع المواد. الموسوعة تكون إلكترونية عشان لا كتب ولا طباعة ولا بيع ولا شراء، خصوصا أنه أنا برنامجي مجانا للجميع إن شاء الله. يعني أضع 5 تمارين، 3 تمارين، 4 تمارين دون أن أصنفها، أضع لها عنوان تدريبي، مثل هذا التمرين إذا تريد الصنفة فيزيكال تكنيكال ترينينج. كيف نعرف أنه فيزيكال تكنيكال؟ أبطئ الحركة عشان نشرح. يقول التمرين كالتالي: دحرجة قطرية، هذه مسافة طويلة، كل منطقة جزاء عليها يعني منطقتين جزاء 18 ب 18، مناولة قطرية. الواحد يسأل اللي ايش مناولة قطرية ودحرجة قطرية؟ لأن من مواصفات المناولات بكرة القدم أو من أنواعها المناولات القطرية، من أنواع الدحرجة المناولة، من أنواع الركض الركض القطري، هذا اللي يخلق فراغات قاتلة في الساحة، فيكون التمرين على هالشكل. كل لاعب يسوي 8 مرات 10 مرات. زين، عندك لاعبين أكثر، أوكي ضع اللاعبين الأكثر، لكن التركيز على السرعة كله سريع، حتى بعد المناورة والانتقال خلف المجموعة سريع. أنا كاتب سبرنت، فأنت تحصل على تدريب لياقة بدنية مال كرة القدم، وجميل جدا أن تضعها في ساحة عبارة عن منطقتي جزاء أو 20 ب20 ياردة مقسمة إذا أردت تزيد المسافة، ليس بأكثر، فتحصل على تدريب لياقة بدنية جيد، وتحصل على أداء فني جيد. دحرجة، شوف الدحرجة، هذه دحرجة سريعة بها أداء فني، لأن الكرة لازم تكون قريبة على الأقدام والحركة سريعة. زين، ثم المناولة طويلة، هاي القطرية أو متوسطة، وهكذا تبديل المركز يكون بالسرعة. هاي يعني أنت تحقق حركات تحدث في المباراة الواقعية، فلا تبقى أسير الركض باستقامة، المناولة باستقامة، الدحرجة بس. إياك، لأن تنويع الأركاض بزوايا يكون لصالح تنفيذ التكتيك الجيد. سنأتي على ذكر أهمية التمرير بزوايا والركض بزوايا. أنا موفق المولى، أسأل الله لي ولكم الصحة والعافية دائما وأبدا. أنا وأنتم نصلي على سيدي رسول الله الهادي الأمين شفيعنا يوم الدين، ونتمنى الخير لجميع البشرية إن شاء الله. شكرا جزيلا.